البشر الذي أحيل على التقاعد خلال شهر يونيو ونصف الحملة الذي لا يفوتنا أن نواجه المجهودات التي بدلها تلك الفراغ التي قضى على رأس هذه الصفحة الذي ما فاتت جنته نصره الله يؤكد عليه في كل مناسبات باعتباره السبيل الأنجع لتدبير الشأن المحلي عملا بتعليمات السيد وزير الداخلية يشرفني ويسعدني أن أشرف على تنصيب السيد الباشا الجديد لمدينة بوركان السيد عادل العوادي وهو من مواليد سنة 1900 قدم إلى إمام الإقليم زبورة حيث كان يشغل هناك منصب باشا لمدينة أبدز منذ سنة 2019 إلى تاريخ تعييني في منصب الحال يتميز بتجربة مهنية لا أقصى بها في مجال ممارسة السلطة حيث شغل عدة مناصب منها قائد رئيس ملحقة إدارية بعملية المقاطعة الضرب إلى أنفاق